الغابة دائما هاي لا يحرشون بعض بس هي لا خلك اربع خلكم مع بعض طبعا الصنقل وايدين يسألون ليش تربطونه بصنقل؟ احنا بس نربطهم فترة عشان يتعودون على الصنقل بس اكثر وقتهم موجودين داخل بدون ربط فترة بس نربطهم عشان يتعودون على شيء اسمه تشين. شوفوا هذا الضبع وهذا الاسد ما شاء الله اصدقاء. عطني مجال ابطلك. اوه يلا نروح نلعب. يا عم ولا اوقف اقول لك وقف نعالي يا ابن هاري نعالي تعالي احسن لك تعالي يا ابن يقطع العالي يبس يا ابن علي خلاص اوكي اذا عذني لا تشيل عني خلاص اوكي ما اقطع عنك يلا اضحك